للأسف هالصرح وهالكيان العظيم اللي كلف أكثر من 360 مليون دولار، للأسف في أشياء مخجلة، أشياء حقيقة يعني ما ودي أفاجئكم فيها، لكن هذا برنامجنا فيه المصداقية، لازم ننقل الواقع لحقيقته. تعال معي، تعال شوف، تعال إيش حصلت فلس، يعني زي شيء يقهر. شوف شوف بالله، شوف شعرة حمام، شعرة حمام فيها الأستاذ الكبير، هالملايين شعرة شعرة، يعني معقول ما حد يشيلها؟ معقول يا جماعة؟ بعدين الساعة، شوف الساعة كم عندي، شوف الساعة كم، ما أخرها ثانيتين، أستاذ الملك فهد تأخر في الساعة ثانيتين، يا الله شيء مؤلم فعلا. تخيلوا جماعة هذا الصرح، شوفوا العج، شايفين العج وراء عج، ما تشوف طرف يدك. طيب يا أخي جيب لكم 4 مليون 5 مليون شرشف، خيطوها في بعض، غطوه بطانيات، غطوه، جت مباراة طائرة هليكوبتر تشيل البطانيات والشراشف ويبقى الملعب نظيف. حصات 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 موجودة، حصات. عموما اخواني المحللين، لو جاء احد منعنا ولا طردنا رقوا الشجرة، اذا راح للجنة وكملنا تحليلنا، لان الجمهور متعطش ها في التلفاز لنا كمحللين. ما ادري وش رايكم في المشهد اللي عرضناه قبل شوي. انا من وجهة نظري الثاقبة ايه انه من عام 2009 يا صبر الارض لم يتم انشاء اي منشاه رياضيه في المملكه العربيه السعوديه. انا اتكلم عن المملكه العربيه السعوديه. أي. حتى المنشات القديمه والملاعب في الرياض لا توجد صيانه، بوفيه واحد بيشرب حليب شاي لا يوجد. يا صبر الارض تارتين. انا عن نفسي كنت اتمنى يجيبوا صور عن كل الملاعب والمرافق في السعوديه. كلام فاضي، ما في اي تقدم، للاسف كل الورا. كل الورا يجعلني ما اشوفك ان شاء الله عقب الحلقه ان شاء الله تعالى. انت عارف اصلا فلوس الصيانه فين رايح؟ اها كلها للمنصات الرئيسيه. اي صدقت في هذه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه يا ابو يندل. الله يبنيها وياك، الله يبنيها وياك، الله يبنيها وياك، الله يجزاك خير. أعزائي المشاهدين، ما زال في جعبتنا الكثير والكثير، لكن حنا نعطيكم الكثير وأنتم تعطونا القليل. مثل الرياضة السعودية تعطونها مليارات وتأخذون منها بطولة بطولتين. عموماً الحقيقة اللي يزعلني وضايق صدري ها إن كل القنوات الفضائية بل المحلية بل الخليجية بل العالمية تسير الرياضة السعودية، واللي يذبحني ويضيق صدري أكثر كل المحللين فيها والمقدمين من أبناء هذا البلد السعوديين، وهذه الرياضة الملونة يهتمون بالنادي قبل المنتخب. عموما الاتحاد السعودي هذا مثل سترة العنز، ندري المواطنين والفقراء والمساكين عن قراراتها قبل لا يصدرها. مسيت بالخير يا مستر عيد.